طبعا كما تابعتم من خلال الفيلر او المعلومات اللي عرضناها لحضراتكم على الشاشه، هذه الفقره واحده من الفقرات الرياضيه في حلقه الليله. بدايه نهنئ نادي الزمالك وجميع محبي نادي الزمالك بالفوز بالسوبر المصري والذي انتهت فعالياته منذ قليل في الامارات العربيه المتحده. اسئله كثيره مرتبطه بهذا الحدث الرياضي المهم سواء في ذهن مشجعي النادي الاهلي او محبي نادي الزمالك. ارحب بضيفي الكريم الذي نشرف به للحديث هذا الموضوع، الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بجريده الاخبار. اهلا بك استاذ جمال. اهلا وسهلا. السوبر النهارده الاهلي كان شكله ضاغط جدا طول المباراه لكن لم يوفق في احراز هدف، في حين انه حسب رايي حتى التحليلات الاوليه حتى من مشجعي الزمالك ومحبي الزمالك هنا في قناه الاخبار الزملاء الاعزاء رهنوا على فكره انه لو المسائل وصلت لضربات الجزاء ربما هذا الامر كان الزمالك بيراهن عليه فالسوبر للزمالك بامتياز. حضرتك شايف الاشكاليه دي ازاي؟ الضغط الاهلاوي المستمر وعدم التوفيق ثم الوصول الى ضربات الترجيح. طبعا هو واضح جدا زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد انه الزمالك وده باين من خلال الايام اللي فاتت مركز على ان هو يلعب المباراه نظرا لان هو كان لسه في رحله للدوحه ورجع القاهره وبعدين رجع سافر تاني ورحلات برضو مش مباشره ففي ارهاق على اللاعبين اللي هو كسب بالسوبر الافريقي من خلال لقائه مع الترجي ففي حمل بدني كبير على اللعيبه فكان الحل الوحيد ان هو لو لعب مع الاهلي مباراة مفتوحة أعتقد أنه كان يبقى صعب جدا ممكن الزمالك كان يتعرض لموقف صعب ولذلك كان باين من البداية أن الزمالك مقفل كويس قوي دفاعيا على أمل وده برضو أنا بعتبره جزء من أو تكتيك أو خطة المدرب يعني واضح أن دي كانت تعليمات باتريس كارتيرون أنه هو يحاول يخرج بالمباراة الى ضربات الترجيح اللي هي ضربات الجزاء الترجيحيه واعتقد انه لازم بقى نقول الجانب الايجابي ان هو المدرب ادرى الناس بمشاكل او بظروف فرقته امكانياته وقدرات الفرقه بالظبط يعني هي مش حتى مش مساله فنيه بحته يعني هي مساله بدنيه كمان ان هو مش هينفع ان هو يجاري الاهلي في اللعب مباراه مفتوحه كان الدنيا هتبقى صعبه جدا على الزمالك على فكره خصوصا مع السرعات اللي موجوده في خط الوسط المهاجم ثلاثي الوسط المهاجم حسين الشحات ومجدي قفشه والثالث بتاعهم جيرالدو الثلاثه مع جونيور اجاهي كانوا هيمثلوا خطوره شديده جدا فهو المدرب انا بقول ان هو زي ما بيقولوا اللي تغلبه لعبه هو لعب بالاسلوب المناسب لهذه المباراة وفقا لظروف ظروفه وقدراته يعني وده نجاح انا بعتبر ان المدرب الناجح هو اللي يعرف اللي يفرض كلمته طبعا ويفرض ارادته بان هو يستدرج الفريق يعني نظريا يعني فريق الاهلي نظريا هو الاقوى والاكثر فاعليه بدليل نتائج المباريات المحليه والدوري المصري الاهلي لم يخسر طوال الموسم حتى الان واحنا تقريبا في الدور يعني وصلنا لنهايه الدور الاول لم يخسر طيب حاله الاهلي في الدوري المحلي ده مؤشر خادع لا هو مش خادع لانه انت بتتكلم برضو ان المنافس هذه المره للاهلي هو فريق مصري مش ملعبش مع الزمالك السنه دي لسه مباراتهم المفروض انها يوم الاثنين ان شاء الله لو ما تأجلتش هو لحد دلوقتي هتتلعب لحد دلوقتي التأكيدات كلها بتقول انه هتتلعب لكن وارد انه خلال الساعات القادمة يبقى في حاجة المهم انه النادي الاهلي اداؤه في الدوري ما هوش خادع للدرجة لان هو كسبان كل الفرق اللي لعب معاها تمام يعني لم يتعادل لم يخسر نقطة لم يخسر اي مباراة فنتائج انا بقول انها مستحقة وبعدد كبير من الاهداف على فكرة تمام بس هنا الاختلاف في طريقة لعب كل هذه الأندية التي التقوا معها الأهلي وطريقة فكر مدربيها إن هما ممكن جدا يبقى أدائهم يساعد النادي الأهلي على تحقيق الانتصارات يعني محليا محليا طيب ده هيخلينا برضو نتأمل في نقطة مثارة في الشارع الرياضي إنه الأهلي إفريقيا أو عندما يخرج الأهلي
من دائرة المحلية. يعني بيكون وضعه ليس بأفضل حال كما هو في السياق المحلي، وهنا لابد من علامات استفهام كثيرة جدا طبعاً تفرض نفسها. يعني في اختلافات في مستويات الفرق. يعني احنا في دور المجموعات في دوري رابطة الأبطال الأفريقية المنافسين مختلفين. يعني كان معاه النجم الساحلي، فريق عنده خبرات وفريق كبير، عنده الهلال السوداني. بس أنا بعتبر أن الأهلي نجح في العبور من دوري المجموعات يعني بصعوبة، يعني صحيح بصعوبة، لكن على الأقل برضو قدر المدير الفني اللي هو فايلر أن هو يعني يعبر بالنادي الأهلي من المشاكل اللي عنده في الأداء، يعني يقوده إلى أنه هو هيلعب بقى المباراة القادمة في دور الثمانية إن شاء الله مع سان داونز الجنوب أفريقي. وأنا بعتبر أن ده أهم اختبار هيواجه النادي الأهلي وفايلر يوم 29 أول مباراة. تمام. هيلعب مباراتين، يعني الأولى يوم 29 فبراير والتانية هتبقى في بعدها بأسبوع. لكن خلينا برضو صراحة حتى هذه اللحظة، فايلر إفريقيا أو بعيدا عن المحلية غير مطمئن بالنسبة للجمهور الأهلي. هو النهاردة يقلق. النهاردة تحديدا أول منافس حقيقي يواجه النادي الأهلي النهاردة هو نادي الزمالك بمدربه اللي هو له مواصفات معينة وعنده خبرات معينة. نقدر نقول انه هيبتدي الكلام على مستوى فايلر، يعني انه هل هو قادر على الاستمرار بنفس الاسلوب، او قادر على حل المشاكل، ولا المباراه اللي النهارده كشفت عيوب، لانه كمان فايلر اخطا في كذا حاجه. يعني سمعنا ان هو ما دربش، يعني ما كانش مختار اللعيبه بشكل نهائي، ولم يختار اللعيبه اللي هيسددوا ضربات الترجيح. ان هو قرر سحب مجدي قفشه رغم انه كان عامل دور مهم جدا في وصل الدفاع بالهجوم، ربط خطوط الفريق، برضو ده ممكن يكون علامه استفهام. يعني طب ده كل الامور دي كلها هتعيد تقييم فايلر في عقول وقلوب مشجعي ومحبي النادي الاهلي، وايضا في مجلس إدارة النادي الأهلي يعود تقييم الرجل من جديد، لأنه مع النجاحات التي تحققت تباعا في الدوري أسهمه ارتفعت إلى عنان السماء طبعاً. يعني الجميع امتدحه وأثنى عليه، وربما البعض ذهب أنه هو داهية كجزئ وانتظروه مزيد من الأفكار وما ذلك. ما جرى اليوم وما يجري على المستوى الإفريقي سيجعل الرجل طبعاً. المحلي إعادة تقييم من طبعاً. جديد طبعاً هيحط عليه علامات استفهام، ويعني انا مش بتوقع انه يتم التغيير في اقرب وقت، يعني مش من سياسه الاهلي ومش من عادته انه يعمل كده. بس لو تكرر الاخفاق 100% يعني هيبقى فيه قرار، خصوصا على المستوى الافريقي وخصوصا امام الزمالك. يعني خلينا واقعيين، الكره المصريه اهلي وزمالك اللي بيتنافسوا، الشعبيه الجماهيريه هي الاهلي والزمالك. يعني هفكر حضرتك باول مباراه لعبها فايلر مع الاهلي كانت ضد الزمالك وكسب. ده اداله بوينتس كتيره جدا ونقاط تفوق. كارتيرون كان الكوتش في كان اعتقد ميتشو. كان ميتشو، وكمان لو تفتكر ان ميتشو ما كملش. يعني هي بدايته كانت حلوه قوي مع النادي الاهلي، واهم حاجه هي لقائه مع الزمالك اللي هو المنافس التقليدي. اللي هو الشعبيه والجماهير، ضمن مكانه في قلوب المحب الاهلي، خدوا اللي هو كسبوا فيه الفتره الاولى اول ما جه. اعتقد النهارده هيبقى فيه كلام، لانه المباراه ما كانش بيديرها فايلر بنفس الاسلوب اللي الناس متوقعه منه، او اللي هو بيقود الاهلي لتحقيق. لكن انت في قناعه حضرتك استاذ جمال، فايلر لديه ما يقدمه النادي الاهلي، ولا هي بس ضجه كده مثاره حواليه، لكن لا. حقيقه الرجل لا يملك شيء يضيفه النادي الاهلي. لا هو مدرب برضو، عشان نبقى منصفين وواقعيين، هو مدرب. انا مش هقدر احكم على مدرب من مباراه واحده. ما مش مباراه، ده بقاله فتره. قصدك على الافريقي؟ يعني كل مسيرته حتى هذه اللحظه تقييمه افريقيا ومحليا تمام، لكن على المستوى يعني حتى ماتش الترجي اللي خسره الاهلي برضو كان الاهلي شكله رائع تمام. هيبقى فيه علامات استفهام. يعني هيبتدي يبقى فيه مراقبه اكتر موضوعيه لاداء فايلر كمدير فني. هيبتدي يبقى فيه كلام، انت طول ما انت بتكسب محدش هيقولك انت فين.
حتى لو بتكسب فرق ضعيفه او اقل يعني، لكن لما تيجي تقع وقعه قدام المنافس التقليدي لا، يبقى انت هيبتدي يتحط عليك بقى الميكروسكوب وهيبتدي في كلام كتير. لكن حسب خبرتك يعني في مجال كره القدم، تعتقد ان مجلس الاداره ممكن يعني يبدا تواصل معاه في امور فنيه؟ لازم لازم، مش مجلس الاداره، في مفروض لجنه فنيه في النادي يعني الأهلي. ممكن تبدا بقى اضافات او كلام، انت خلي بالك انت عملت كذا وكذا، ده مش يعتبر تدخل في شغله؟ لا مش تدخل، لو هي اللجنه فنيه لجنه فنيه، لو مجلس اداره لا انا مش مع كده. لكن في لجنه فنيه المفروض ان هي مشكله فعلا بقياده محسن صالح المدير الفني، فاعتقد انه لو تدخل، هو التدخل هنا مش هيفرض عليه حاجه، بس لابد ان تكون مباراه الليله يعني محور للحوار بينهم. يعني لا مانع ابدا ان انت تشوف ايه اللي حصل في المباراه النهارده، اداء المدرب ده ما كانش ليه على نفس المستوى، لان برضو كان واضح من البدايه انه الزمالك هيلعب على النقطه دي. يعني عارف لما انت يبقى عندك خطه او طريقه او تفكير ان انت تستدرج المنافس بتاعك الى ضربات الترجيح وتنجح في كده، لانه هو عمل له يعني كارتيرون بتعليماته عمل زحام كبير جدا امام في منطقه الجزاء، بس الاهلي راح اكتر من مره راح، بس لو انت لاحظت برضه لكن ما عرفش التسديد مش متقن، بيشوطوا في اجساد لاعبي الزمالك، في فرص سهله ضاعت. هل الاهلي كان مستعجل الفوز؟ يعني بص، هو الاهلي بصراحه بدا المباراه يعني احساس ان هو بادئها بدايه جاده، بس ايه يعني ما قدرش ان هو يفك التكتل الدفاعي بالظبط. يعني هو استدرج للي عايزه كارتيرون، يعني هو وده يعني نجاح كارتيرون وفشل فايلر ولاعيبه الاهلي. انت طول لو قعدت اسبوع بالطريقه دي مش هتجيب جوايه، وكان لسان وخاصه بعد اذنك فضل. يعني وخاصه فضل. انه كان في فرص سهله كتيرة جدا، خصوصا في بداية المباراة. لو في، مش هقول التوفيق، لان التوفيق ده عنصر المفروض احنا اللي بنستفيد منه او بنرفضه. لو في دقة في التصويب، لو في حسن استغلال للفرص السهلة جدا امام مرمى الزمالك، كان الموقف اتغير تماما. وعشان كده انا بقول لحضرتك انه كارتيرون والزمالك نجحوا هنا في الخطه اللي هم عايزين يوصلوها. هنا من جديد بيطرح سؤال، ليه الاهلي بيضيع الفرص دي؟ لعل السؤال ده كان قديما بيثار، انه الاهلي محتاج راس حربه يترجم كل الضغط الخطوط اللي الفريق بيعملها، جه راس الحربه لكن ما فيش برضه ترجمه. انا اقول لحضرتك هو في لوغاريتم غريب جدا. الاهلي لما تمسك ارقامه في الدوري، غير ان هو لم يتعادل ولم يخسر، صاحب اقوى هجوم، واخد بال حضرتك؟ يعني اعتقد مسجلين 40 هدف مثلا، وبفارق كبير جدا عن اقرب المنافسين. يعني الزمالك اللي هو الاقرب ليه مسجل 22 هدف، الاهلي مسجل 40. وغير كده هو عنده خط دفاع برضو، الاهلي هو اقل الانديه اللي داخل مرمى اهداف. وبغض النظر عن النتائج دي، التقييم الفردي لكل لاعب من لعيبه الاهلي، اعتقد ان هم لعيبه مميزه يعني طبعًا. يعني لا هم لعيبه، ده انا وجهه نظري ان الاهلي عنده الثلاثي اللي بيلعب تحت راس الحربه ايا كانوا هم مين، حتى لما بيتغيروا، وليد سليمان، حسين الشحات، مجدي قفشه، جيرالدو، واخد بالك؟ انا بس شايف انه المدير الفني الاهلي في هذه المباراه استنى كتير مثلا على جيرالدو، استنى كتير، يعني كان واضح جدا ان جيرالدو اخفق في الكثير من الفرص السهله يعني. استاذنك بس بنضم لينا عبر الهاتف كابتن صوت. محمد صلاح، كابتن نادي الزمالك سابقا، اهلا بيك كابتن محمد. بارك الله فيك يا احمد، واهلا بصاحبي وحبيبي. الف مبروك طبعا، الف مبروك طبعا الفوز بسلم على الحركه. طبعا للاسف مش سامعك لانه معهوش اربيس. والله يا كابتن هو بيسلم عليك، الف مبروك للزمالك يعني. بيسلم عليك وبلغ التحيات. كابتن محمد، طبعا بطولتين ولا اغلى في اقل من اسبوع، هل الزمالك بيعيش عصره الذهبي مع باتريس كارتيرون؟ والله بص، هي البطولات هي اللي بتفضل في الذاكره والتاريخ. نعم،
رغم ان في بعض الاخفاق في الدوري، لكن بطولتين في اسبوع، سيبك ما بتكلمش في المشقه بقى والسفر ورايح جاي، البطوله ذات نفسها، واحده من الترجي واحده من الاهلي، دي حاجه كبيره اتحطت على اللعيبه كمسؤوليه ان يكملوا. تمام. يعني عدم الاكتفاء بالبطولتين، ان مهما قلنا لعبنا البطولتين في اربع ساعات، لكن ما هو طيب. آتي هو الاقوى. طيب انت حضرتك برضو اتكلمت على اللعيبه، لكن انا مصمم على السؤال، هل كلمه السر عند باتريس كارتيرون؟ لانه اللعيبه هم نفسهم اللعيبه اللي كانوا موجودين من فتره قبل باتريس كارتيرون، لكن هذا المدرب هل استطاع فك لوغاريتمات التعقيدات او المشاكل او المسائل داخل نادي الزمالك؟ فبالتالي زي ما بقول لحضرتك، هل الزمالك يعيش عصره الذهبي مع هذا الرجل؟ بص يا احمد، هو الزمالك ما فيهوش مشاكل، هو طول ما انت ما بتكسبش بتتوقع ان يحصل مشاكل. مشاكل من ايه؟ من الكلام يعني، مش عايزين نقول اشاعات يعني، ولكن المكسب بيغطي كل حاجه. تمام. لكن انا عايز اقول لك يعني، عشان بقى الناس تفهم وما تظلمش المدربين او مديرين فنيين، ان اللعيب هو اساس الكوره او اساس الملعب. تمام. لما بتحب عايز حاجه بتحاول تخش جواها وتذاكرها بتجيبها. ولكن مش كل حاجه مدير فني. انا النهارده المدير الفني ما عجبنيش التغيير بتاعه مثلا. ما عملش قوه هجوميه. لان هو مرتب، ممكن يكون مرتب اموره ان انا ما اخسرش. ومن هنا المباراه ما كانتش ممتعه، في ان انا الفرقتين خايفين من الخساره. تمام. طب في المقابل برايك لماذا خسر الاهلي للبطوله او المباراه؟ لا هو شوف، انا سمعتك وسمعت استاذ جمال، هو التشكيل غلط. وانا بقول لكم فايلر جمال يعني صديقي من عمر، لو مصري، لو مدرب مصري وبدا التشكيل ده وخسر، كان هيمشي النهارده بالليل، ممكن مش كانش هيرجع من ابو ظبي. ولكن طب خلينا بس اقول استاذ جمال، لانه هو مش سامعك، هو بينتقد تشكيل الاهلي. يعني هو بينتقد تشكيل الاهلي والتاخير في التغييرات وفي حاجات كتير. يعني اتفضل يا كابتن محمد، اتفضل. ناس خايفه يعني، حتى التغيير في الدقيقه 70 او 74 مش فاكر، واحد بواحد يعني. انت مثلا لما تيجي تقول اطلع عرشه، انا نازل وليد سليمان. صحيح، كل الناس كانت منتظره وليد سليمان. وبعدين بتنزل متولي، ماشي، اديك عايز تقفل. ما هو عايز يقفل لانه كارتيرون نزل، يعني اصبح في حوالي اربع لعيبه في الزمالك سرعة جدا. حلو قوي. ما انت كمان لازم تعمل حسابك ان لو ما كسبتش في الجيم تكسب في ضربات الجزاء الترجيحيه. ولم يعد العده لضربات الجزاء. انا واثق من دي، لان هو طالما سال يعني في لقطه جت بيسال اللعيبه مين عايز يشوط. لا، وعشان كده صاحبي بقول لك، لو مدرب مصري والله كان مشي النهارده. ما اعتقدش. يعني انت المفروض بقالك اسبوع او اربع خمس ايام بتتمرن على ضربات الجزاء، فانت مرتب 1 2 3 4 5. طيب بغض النظر عن المباراه دي، وربما سؤال انا سالته الاستاذ جمال، راي حضرتك ايه في فايلر؟ هل الرجل لديه ما يضيفه للكره المصريه والنادي الاهلي، ولا تقييمك ليه ايه؟ لا شوف، هو التقييم من خلال البطوله ما ياخدش 10. لا اجمالا اجمالا اجمال مسيرته مع الاهلي. انا بقول لك اجمالي الدوري هو احسن فريق، لان هو الاول. تمام. فمعنى انا هقول بس عشان ايه ما نقعدش نضغط عليه ونقول هو وحش، يعني هو عمل تطوير لرمضان صبحي بصراحه. تمام. في لعبه. لكن مش قادر يستغنى عن الفيرويد اللي هو التقليدي. وجاب حد او جاب واحد ممكن، انا بقول لك ممكن ما يمشيش كراس حربه. تمام. غير في الضربات الركنيه او الحاجات الثابته العاليه اللي بيلعبها. خليني اقول استاذ جمال الكلمتين دول عشان يبقى حاضر معانا. وبقول طبعا هو في المستوى المحلي ناجح وطور من اداء رمضان صبحي، لكنه ما زال متمسك بفكره راس الحربه الصريح يعني. معذره انا كابتن محمد، كمل معلش، لانه هو بس مش سامعك، فانا لازم بس اترجم له. اترجم له اول باول. في مترجم ولا ايه؟ لا انا بحاول اوضح له الصوره. لا ترجمه جميله يا استاذ حالا يعني. طب يا كابتن محمد، هو دايما التطوير او حاجه، يعني مثلا يجي ياخد الدوري يقول لك ده تعمل من اول السنه. لكن ماتش السوبر مثلا، انا بتكلم على سبيل المثال النهارده، انا مش عايز اتدخل في الموضوع، ما اعرفش ايه ظروفه او هو عايز ايه من المباراه، لكن ظروفنا احنا اللي بنشاهدها وما ذاكرش كويس. تمام، نفس الكلام اللي قاله الاستاذ جمال. طيب كارتيرون، هل الامتحان الحقيقي او تقييم الرجل بشكل حقيقي بقى في المباريات اللي جايه افريقيا؟ يعني صحيح هو كسب بالترجي
ويقينا الترجي بيعد العده، يعني مش بأكيد. المقابل يعني المباراه اللي جايه مش هتكون سهله يعني، لانه الترجي طبعاً. فريق تقيل وظهر في اسوا حالاته في مباراه السوبر الافريقي يعني. هل برضه كارتيرون تقييمه الحقيقي في المباريات القادمه كما هو الحال بالنسبه لفايلر؟ طبعا طبعا، ما اصل انت مش هتحكم على مدرب ان هو سوبر عشان كسب مباراه، لكن نقدر نقول البطولتين دول يا استاذ احمد هيديله ثقه ان هو يخش البطوله الافريقيه بقلب جامد. ولكن في النهايه لو خدها بقى هو السوبر او سوبر مان كده كده، اثبت كفاءته وجدارته يعني. لكن هنقول دوري مش هياخد او بعيد. الكاس لسه مش عارفين. صحيح. فهي البطولات المهمه بالنسبه للزمالك اللي هي الافريقيه هي دي اللي جايه. عظيم. انا كان نفسي تنضم لينا. اتفضل. لو الزمالك ما كسبش الاهلي في ماتش الدوري هيبقى ما عملش حاجه خالص. يعني انت اللي زاد التاكيد او اثبات كفاءته بقى انه يكسب الماتش الجاي كمان. طبعا. كده يبقى قفلها تماما. كده اثبت كفاءته جمله وتفصيلا على فايلر. طب انا بشكرك، كان نفسي تنضم لينا من بدري لكن معلش لان الوقت محدود. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد، والف مبروك. الف مبروك مره ثانيه الفوز. اعود اليك في الختام استاذ جمال. تقييم برضو كارتيرون، هل برضو ننتظره في المباريات القادمه افريقيا؟ شوف، هو البطولات يا استاذ احمد بتغير كل الصوره اللي متاخده عن المدرب. زي ما قلت لحضرتك، اول ما جه فايلر كسب بقى يعني فرخة بكشك، محب الاهلي طبعا، وبياخد ثقه. فما بالك بقى بكارتيرون اللي هو خد بطولتين سوبر في اسبوع. بس لاحظ ان البطولتين بمباراتين يعني مش ما فيهاش مشقه لا هي الشطاره بقى ان انت يعني خلي بالك ان الفوز اللي حققه الزمالك على الترجي هو اللي خلى الزمالك النهارده بقى له هدف واقف على رجليه، الحل يعني المعنويه. يعني انا بعتقد ان كره اللهب زي ما بيقولوا انتقلت من الزمالك الى الاهلي، لانه لو انت تفتكر قبل ما يلعب مع الترجي كل الكلام ازاي هنلعب مع الترجي ثم الاهلي ثم الاهلي ثم الترجي ثم الترجي. النهارده القلق ده انتقل من اروقه الزمالك الى جدران او داخل جدران النادي الاهلي. طب ما يمكن يكون الامر ما بشكل معاكس، يعني ربما يكون الحال الان في الاهلي يعني امور متحفزين جدا للقاء المرتقب. نفترض انت بتتكلم على المباراه القادمه لو اقيمت في موعدها، حتى لو فايلر قدر يكسب كارتيرون، هي مباراه لن تؤثر على ترتيب الاهلي. الاهلي متصدر الدوري اصلا، لكنها مباراه خاصه على حضرتك سيد العارفين، مباراه مهمه بس في المحصله العامه يا استاذ احمد مش مباراه بطوله. الزمالك خد بطولتين في مباراتين يعني، ما هو دول هيضافوا الى سجل الزمالك، وده اللي يمكن رافع المعنويات قوي داخل نادي الزمالك. هو من حق طبعا الناس انها تفرح. كلما جاءت صوره كارتيرون على الشاشه انا بتامل في وجه الرجل، بحس انه في شكل من اشكال التحدي في عودته طبعاً. هذه المره بعد ان غادر الاهلي او ترك الاهلي. هل الاحساس ده بيجي لك برضه استاذ جمال؟ طبعا تحس انه يعني مستنفر بكل ما لديه من امكانيات. هو مدرب كويس وخصوصا قصاد الاهلي لم يوفق وهو مع الاهلي، وقبل وبعد كده راح مازيمبي الكونغولي وخد معاه بطوله، وراح فين يعني، هو واصل البطولات، هو حظه بس مع الاهلي ما كانش في التوقيت المناسب. فهو طبعا جاي بيعتبر ان مباراته مع الاهلي هي دي اللي هترد له الاعتبار. بس انا بقول انه كل ده برضه فيه عنصر توفيق يعني. انت كان ممكن جدا هو يلعب بنفس الطريقه، وكان ممكن لو لعيبه الاهلي موفقين في ضربات الترجيح وقبل ضربات الترجيح في الاهداف اللي هم ما قدروش يسجلوها كان الكلام اختلف تماما. كان الكلام اختلف تماما. فهي الفكره ايه؟ انه هي بطوله وهي مباراه، هي بطوله من مباراه واحده لكنها بطوله هتحسب، انه الزمالك سوبر افريقيا وسوبر الكره المصريه خلال 5 ايام. ده هيعمل ايه في معنويات الزمالك؟ خصوصا ان هو النهارده هيخش مباراه الاهلي القادمه المعنويات عاليه جدا طبعا. بعد كده عنده الترجي
في القاهرة وبعد كده هيسافر تونس. يعني أقصد إن الفوز بالماتشين دول فرق مع الزمالك جدا. يعني الزمالك كان أحوج ما يكون للفوز ده للنقلة دي. لأنه لو ما حصلتش النقلة دي كان بقول لحضرتك كان في حالة من التشاؤم غريبة داخل نادي الزمالك. إزاي وهنلعب؟ يعني كان بيقولك بيعدوهم الجمهور والمسؤولين، هنلعب مع الترجي ثم الأهلي ثم الأهلي ثم الترجي ثم الترجي. أعتقد الموقف دلوقتي اختلف. الأهلي بقى هو اللي عنده المشكلة دلوقتي. لعب مع الزمالك وخسر بضربات الترجيح، مش بضربات الترجيح، المهم إن هو خسر وخسر بطولة. بعد كده عنده مباراة الدوري لو أقيمت في موعدها يوم الاثنين، وفي تحدي قدامه، يا يكسب يا إما يخسر تاني. واخد بالك الأستاذ أو كابتن محمد صلاح قال إنه المباراة اللي جاية يعني كارتيرون لو كسبها كده يبقى أثبت كفاءته قولا وفعلا. يعني فكر المدرب مهم قوي. وأنا بقول لحضرتك إن أنا مش شطارة إن أنا ألعب على قدي. يعني أنا نادي الزمالك عنده كان ظروف معينة هو لعب فيها، لعب في ظل هذه الظروف ووجه لعيبته ان هم يلعبوا بالطريقة دي. وهي مباراة تكتيكية عظيم، مباراة مدربين عظيم، مش مباراة لعيبين. الحديث دايما ممتع مع حضرتك استاذ جمال، ومعذرة برضو الوقت محدود، احنا كنا بحاجة. بالعكس انا مبسوط والله ان انا والله بسعد دايما واشوف حضرتك واتناقش معاك، لكن كنا بحاجة الحلقة ممتدة يعني مرة تانية ان شاء الله يجمعنا بيك لقاء تاني باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بجريدة الاخبار. شكرا. بعد قليل مشاهدينا تلتقون بقراءة الاهم ما طلعتنا به صحف القاهرة الصادرة صباح الغد مع زميل ايمن السيد. ختاما اشكركم والى اللقاء.